أهم ما ساعدني هو قبول أهل الشيعة لهذه الأستاذة. لماذا؟ لأنهم يعرفون هذه الأستاذة، ما خانتهم، ما زورت عليهم، ما كذبت عليهم. طبعا هذا أدى بهم لأن يفرضوا علي ويدعوني ويسروا على أن أترشح أنا لرئاستهم. أولوياتي في البرنامج إدارية اجتماعية. الجانب الاجتماعي، تحقيق العدالة الاجتماعية وإخراجها من معارك الرشوة والمحسوبية والبيروقراطية والوساطة، خلينا نقولها بين قوسين بنعم مصر.